نخدموا في هذا البيور غير عشوائيه، ما عندها حتى شي حاجه، ما عندها لا قانون لا حتى شي حاجه. غير الرياصنه اللي كنخدموا فيها بحال اللي رانا غاديين كما قالها السيد، ماشي ما لقيناش شي بديل فاش تخدم ولا تمشي تخدم في شي بلاصه اخرى، ولا باش هي اللي كون لقينا ما غاديش نقدروا نمشيو نخدموا فيها. راه ما كاينش اللي يقدر يمشي يخدم في واحد الحاسي يخدم في الموت. 90 كيلو 80 كيلو اللي كتكون فيه بحال هذا بوحدو، الثمن ديالو بوحدو. هو كيقعد بحال هذا، بحال هذه الطوبه زينه وكذا، وكنت الطوبه زينه كتكون 80.